عشان نبقى خلصنا الشابتر ده، فاضل حاجة واحدة بس ممكن نعملها، اللي هي الجروب والانجروب. زي ما احنا شايفين الكولر ميكسر فلوتينج، يعني عايم في وسط مساحة الشغل بتاعتنا. هنسلكته من هنا ونعمله تاج، ندخله جوه تاني هنا ونصغره، وتعالوا نبص على الجروب والانجروب وايه الفايدة منهم. الجروب والانجروب فايدتهم بسيطة قوي ومهمة قوي. ان انت لو عندك شيب وعملها كده، وعندك شيب تانية وحطيناهم على بعض، احنا طبعا اتفقنا وعارفين ايه اللي هيحصل، ان هيلزقوا بعض لو كانوا نفس اللون، او لو كانوا لونهم مختلف هيختصوا من بعض. تمام، يعني كده زي ما اتفقنا. طيب ايه الحل للموضوع ده؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل اوبجكت دروينج. طيب لو انا برسم سيلكت كله كنترول و اي وديليت، لو انا برسم حاجه فري او مش عايز كل شويه كل ما ارسم اوبجكت ارسمه اوبجكت زي ده كده، اعمل كده ولما اجي اعمل له اديتنج اعمل دبل كليك جواه واخش جواه. تمام، انا اسف، يعني اعمل كده. تمام، عشان اديت ده انا هاجي هشتغل عليه خلاص اهو. تمام، اجي عشان اديت ده مفيش، لازم اخش جوه الجروب بتاعه او جوه الاوبجكت بتاعه. الجروب والانجروب بيعمل حاجة تانية. الجروب كنترول وجي وكنترول وشيفت وجي. كنترول وجي بتعمل جروب، وكنترول وشيفت وجي بتعمل انجروب. يعني ايه وليه؟ طيب اول حاجة هرسم رسمة صغيرة كده عشان نعرف احنا ليه محتاجين الجروب والانجروب. ده اوبجكت دي بتاعتنا. انا دلوقتي عايز اعمل سمايلي، الحاجة زي اللي هي بتاعت اللي بتبقى موجودة، الافاتار اللي بتبقى موجودة في الام اس ان، السمايلي اللي هي موجود مش موجود بيزي. اقول لك على حاجة، شيل ده كده. دي لو انت عايز تكوبي وتبيست في نفس المكان اعمل كده كنترول سي، كده انت عملت نسخ. كنترول وشيفت وفي، هو نسخ الدايرة دي في نفس المكان بتاعها، وانا بدوس على السهم. تمام، وهسلكت الاثنين مثلا شيفت واغير لونهم، خليهم مثلا ابيض ده مثلا. اوكي، وانا عايز اخد الاثنين مع بعض واعمل لهم كنترول وجي. ليه؟ لان لو انا اخدت واحده بس تمام مش هعرف اظبط الثانيه، لكن هما الاثنين الالاينمنت بتاعهم دلوقتي واحد. تمام، لو كنت عملت دراج لواحده ودراج للثانيه بعدها، كان اللي هيحصل ان هو هيبقى الالاينمنت بتاعهم مختلف. طيب عايز اعمل نوز كمان، النوز هيبقى لونه ايه؟ ناخد ده. تمام، سلكته، هو مش واضح قدامك، خليه 30. اوكي، كنترول جي، دراجه برضو. تمام، عايزين نعمل ماوس. ادي الماوس الى نقلل الستروك بتاع شوية، خلي 20 مثلا. اوكي، نجيب السلكشن تول نعمل له كليك في مكان فاضي.
ونعمل كده. تمام البروك دي نعملها كده شويه. اوكي عندنا حاجة ظريفة قوي سمايلي كده لونها غريب شوية بس اهي سمايلي. لو انا عايز اتحكم في دي احنا عارفين هنتحكم فيها ازاي. دبل كليك دخلنا جواها نبتدي نشتغل جوا. طيب انا عايز احط جوا دي كل واحدة فيهم عايز احط اي بول. اي بول يعني دايرة تانية لونها اسود اسود مثلا اسود ريديال زي ده او ريديال ايوه زي ده والستروك بتاعها مفيش وعايزين نعملها كده. اوكي وعايزين نكرر دي مكان دي. طيب انا دي ودي لو هسلكت كل واحده فيهم عمر العين الثانيه ما هتبقى زيها فهدوس شيفت وسلكت دي كمان واعمل لهم كنترول وجي. دلوقتي انا عملت جروب جوه جروب تمام وحاجة على دي عاملها ديليت وحاجة على دي اللي هو الجروب اللي انا عملته ده كنترول وسي كنترول وشيفت وجي لا كنترول وشيفت وفي انا اسف كده انا عملت لها انجروب. اوكي كنترول وجي بيت جروب كنترول وسي كنترول وشيفت وفي بقت هي فوقها بالظبط. هدوس الشيفت بص الشيفت بيخلي السهم يعمل جامب بدل يعني بص بدل دي بدل حركه صغيره كده بيعمل جامب. بص اوكي نخرج بره الجروب بتاعتنا ادي الجروب بتاعتنا اتعدلت ودي كمان دي جروب وده مش جروب عايزين نعمله جروب كنترول وجي بقى جروب. كل دي على بعض ممكن نسلكتها كده ونعمل لها كنترول وجي هي كمان بقت دي كلها جروب. يعني انا اخد دي بقى كلها كده واصغرها واعمل فيها اللي انا عايزه. طبعا الستروك لما بيصغر عن اللازم بيخش في بعض ف يعني خد بالك من دي شويه يعني لحد اقصى حدود عشان الستروك احنا شغالين بستروك فبيصغر لا يعني ما بيعرفش يصغر. طيب عشان نعدل الموضوع ده نخش جوه انا جوه الستروك دلوقتي خلي 20 كليك في الفاضي ونيجي هنا على السين واحد. اوكي صغر. اوكي لو انت تعمل دي او تحرك فيها هي بقت انتيتي منفصلة دلوقتي يعني حاجة مع بعضها يعني تقدر تعمل لها دراج تقدر تتحكم فيها تقدر تغيرها لكن مش هتخش في رسومات تانية. ده الجروب بيعمله زي ما احنا اتفقنا دي ما هياش ميزة ولا عيب في فلاش. فلاش بيشتغل كده دي طريقة الرسم بتاعته. كده نبقى احنا خلصنا شابتر 2 وان شاء الله من المرحلة الجاية هنبتدي نبص على التايم لاين ونبص على الفريم سايز او حجم الكانفاس يعني احنا لما نعمل فيلم ايه اللي هنعمله السيتنجز بتاعت الببلشنج الفريم ريت دي الحاجات اللي احنا هنبص عليها ان شاء الله في شابتر 3. اشوفكم الدرس الجاي.